محمد فكرات، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، وفي نفس الوقت رئيس الجمعية اللي كتشرف على تنظيم ديال هذا الملتقى الدولي للفلاحة بمكنس. أنا بهذه الصفة باش حاضر، وحاضر كذلك بالصفة ديال مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. هذا الدورة 16 كيف كتعرفوا تميزت بعدة تجويدات وتحسينات حاولنا باش نضيفوها، غنيين بالتجارب السابقة لأنها رقم 16، وكانوا فيها تغييرات كبرى، منها أولا الطريقة ديال الولوجية ديالها باش تكون تسهل الأمر على الزوار، لا المهنيين ولا كذلك العموم، باش يكونوا يدخلوا لها بكل أريحية وبكل سهولة. وفي نفس الوقت كان هناك فضاء أكبر للمنتوجات المحلية، ذاك القطب كبرناه ووسعناه أكثر باش يمكن يستقبل أكثر من 500 تعاونية، وفيها تقريبا 10% اللي جاية من المناطق اللي كانت ضرت من الزلزال من المنطقة ديال الحوز. الابتكار الآخر هو فيما يخص الرقمنة، كاين هناك قطب مخصص للرقمنة، لأن الرقمنة كتشكل واحد الرافعة مهمة جدا لتحسين الإنتاجية والنجاعة ديال الإنتاج الفلاحي، وفي نفس الوقت كتقوي الصمود ديال الفاعلين كيشتغلوا في الميدان الفلاحي، لا ريزيليونس اللي هو الموضوع الأساسي ديال هاد الدورة. وهاد الدورة كذلك بفضل التعاون والعمل ديال السيد الوزير والطاقم ديالو، كانت فرصة باش يجيو يزورونا عدة وزراء من الدول الشقيقة والصديقة في إفريقيا، لأن هذه الدورة تزامنت مع المؤتمر السنوي اللي كيقوموا به، والسيد الوزير نظم الأمور باش يمكن لهم يجيو، وكاين كذلك الحضور ديال المنظمات الدولية بحال المنظمة ديال التغذية العالمية، هما حاضرين حضور مميز. كان كذلك السيدة المندوبة ديال الاتحاد الإفريقي حتى هي شرفتنا وحضرات، وكاين عدة شخصيات من الاتحاد الأوروبي، الوزير ديال الفلاحة الإسباني اللي هو كيمثل البلاد ديالو كالبلاد ديالو كضيف الشرف ديال هاد الدورة، الوزير ديال الفلاحة ديال فرنسا. هذه كلها أمور اللي هي إيجابية جدا، وعلى رأسها كل شيء هي الرعاية السامية لصاحب الجلالة الله ينصرو اللي كيعطف على الميدان الفلاحي والفاعلين ديالو، وكذلك حظينا بالشرف ديال الافتتاح اللي ترأسه صاحب السمو مولاي الحسن الله يحفظه، وهذا كله هو منبع للافتخار ديالنا بالقطاع ديالنا بالشهادة ديال الزوار ديالنا، لا الزوار ديالنا من إفريقيا ولا من البحر الأبيض المتوسط. وعندنا تبارك الله عدة فاعلين اللي كيشتغلوا بشكل جيد في الميادين ديالهم، وخا كاين هناك إكراهات ديال ندرة المياه ديال التضخم عالميا، ولكن تبارك الله راه الناس كتكافح، وحنا كمؤسسة بنكية اللي كانت رأسها كنشتغلوا بقرب كبير مع القطاع الفلاحي. وفي هذا الباب راه الى زرتوا المكان ديالنا المخصص للعرض ديالنا راه غادي يبان لكم العرض ديال المنتوجات اللي كان اقترحوا. وبهذه المناسبه راه قمنا بتوقيع بعض الاتفاقيات، كاينه جوج ديال الاتفاقيات مهمه جدا اللي مضيناها مع الوكاله الفرنسيه للتنميه، اللي غادي تمكننا من تعبئات اكثر من 70 مليون ديال الاورو في خدمه الاستدامه، 50 مليون في التوقيع الأول و 20 مليون في التوقيع الثاني، و 2.5 مليون ديال الأورو اللي غتكون على شكل مساهمة مباشرة عند الفاعلين اللي كيهتموا بالميدان ديال الاستدامة وحماية البيئة، وهذه كتدخل كذلك في الإطار ديال الشعار ديال هاد الدورة. ووقعنا كذلك عقدة أخرى اللي فيها عدة أطراف، والبنك الوحيد هو البنك ديال القرض الفلاحي ديال المغرب اللي كتهدف إلى تشجيع المقاولات الناشئة في ميدان الرقمنة وميدان كذلك الذكاء الاصطناعي. هذيك توقعناها البارح تحت الرئاسة الفعلية ديال السيد الوزير والكاتبة العامة لوزارة التحول الرقمي. وهذا الصباح القرض الفلاحي قام بإعلان فرع جديد اللي كيشتغل على تمويل تخصيمات لو فاكتورينغ، اللي هو خدمة
مالية مهمة جدا اللي كيحتاجوا لها كيحتاج لها النسيج الاقتصادي، لأن كاين هناك بعض الإشكالات في التأخر ديال الأداءات من طرف الزبناء بالنسبة للشركات اللي كتزودهم غير ما بالخدمات أو لا بالمنتوجات، وكتخفف على السيولة ديال هاد الشركات. إذن هذه هي بعجالة بعض الأمور، وكنبغي من هذا الباب نشكر جميع المتدخلين، السلطات المحلية والمنتخبين اللي ساعدوا على تهيئ الظروف حول المعرض، الموقع ديال المعرض باش يكون هناك ان شاء الله نجاح ديالو كامل، حيت باقي فيه بعض الايام. ونبغي نشكر كذلك الوزاره ديال الفلاحه والطاقم ديالها وادارات اخرى اللي كتشتغل معنا باش يمكن ننجحوا في هاد الدوره، وتكون هذا الناس ديال الامن، كل هاد الناس كلهم ساهموا بشكل فعال باش تنجح هاد الدورة ان شاء الله. والطاقم ديال القرض الفلاحي اللي هو حاضر بقوة عبر الأطور ديالو، كيساهم بجانب المندوب ديال الملتقى الدولي والفريق ديالو. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.